علي علي الالكترونيات الجديد. بعد طبعا اغراض عندي ببيت ما جايبين هم اسوي لكم اذا كملته. باعوا شو ديزاين جديد للمحل. طبعا نفس العنوان محلي علي الالكترونيات بغداد الشعب شارع عدن فرع مقابل مطعم حجي عادل قايم اسواق بجعفر. الفرق انه مسافه بعد شويه الي غادي محلي اكو بصفية دلال قباله هذا بصلح مبردات. يعني هاي الفرق اصدقائي. وبعد حاسوي ترتيبات اخرى هاي الجهاز الساخة حاشتري احتمال جهاز الساخة جديد او اصلحها هاي يعني بيها مشكلة. عندك هاي الدات وشغلات مالاتي اسعاري بعالي نفس الشيء يعني ما زاد ولا قل. هاي الاقراص مال فلان هو انمي فلان ذني ها وذني اقراص مال انمي هاي مو انمي هنقرب لكم اقرب يعني على مود تشوفون. هاي اقراص مال انمي ذني العاب مال اكس بوكس 360 مال بلاي 3 ذني طبعا هشتري بعد عارضات اقراص احتمال اشتري فد واحد او اثنين انا اقراص مال اكس بوكس هواي ما هواي عندي. عندك هاي العارضة سويتها 325 الف كلفتني هاي هي والرفين ذني هذا الرف وهذا الرف. طبعا العاب مال بلاي 4 فيفا 22 متوفرة عندي حاليا قبل ما عزت ذاك المحل واحد باليها. طبعا ابيع ب 25 اللي في ايدي لحق عليها خلي اشتريها جي تي اي 5 ذني. طبعا نسخه كل شيء ما بيها نظيفه. شدنا بعد لين لعبات مال بلاي 4 لين العاب مال بلاي 4 كل لين العاب بلاي 4 اكو مستعملات ذني مال بلاي 3 ذني مال بلاي 3 هذا الانمي ذني ايضا انمي ذني مسلسلات وافلام اجنبيه. هاي ايضا افلام اجنبية طبعا طلع حصير هيك باعوا مسدود منا هنا الطريق منا والطابعة تسدد المكان الثاني بعد ما حد ما يقدر يطوب يعني خاف تقول لك واحد هاي اغراض هاي حوسة هاي مال السكنر وهاي الشغلات ممكن تلفزيون هنا صار مكانه يخلي التلفزيون بلاي او فشي هنا بس ارتب له مكان ودان اجدي واسوالف وافحص او انزل العاب وهالشي. هاي نشرات اصدقاء شوفوها هاي واحدة هنا وهاي اثنين هنا وهاي ثلاثة هنا ها واكو واحدة هنا واكو واحدة ثانية هنا يعني يمكن ستة او سبعة تقريبا ستة هنا على النشرات. خلنا نطلع من هنا لان ما اقدر اصوركم باقي محل نطلع من هنا نهائيا. طبعا حاطط بعض ترتيبات وشغلات طبعا باقي البلايات ما جايبين فاعرف خليني هنا أنا. هاي بلاي 1 بلاي 2 اكس بوكس بلاي 3 هي ذني هذا التلفزيون اللي افحص عليه والناس تشوف يعني حتى لو انت بعيد مثلا انا هنا هم يشوف كراسي اخلي هنا وهنا اكثر اهتمام مكان مال التصوير اخلي هذا كروما بيضة واخلي الاضاءة يصير مكان مال تصوير الصور مال المعاملات. هاي برضه مكانها شوية نعدلها بعدين هسه حاليا نحشي شتا ف ما مهم مكانها هسه حاليا يا مرتب الصيف الله الكريم. تقريبا الترتيب بس ارتب بعد يعني اذا واحد قال لي بعد محلك من كل شوي لا احنا انا عرضات مال طازة حجيب يمكن اخلي هنا احتمال ما اعرف بعد شوف اسعارنا ايش قد. عندك هاي انا اخلي بلايات وسوالف ها اتمنى الفيديو يعجبكم. ما اذكر بيه اسعار وهالسوالف بس محلي جديد اصدقائي نفس العنوان القديم نفس الفرع بس اللي قدام شويه مسافات هيجي يعني 50 متر هيك تقريبا على الصفحه اليسرى يعني مو تمشوا اللي قدام محلي قديم على الالكترونيات اكو قريبه فرنسا مون باريس واسواق ابو جعفر ورا فرنسا مون باريس تلقون محل القديم بعد مسافه اللي قدام تلقون واحد ابو عقود زواج والطلاق وواحد داخلي قدام بعد اللي قدام تمشوا مسافه تلقون واحد ابو مبردات صف ابو موتورات وابو مبردات وهالسوالف هاني قبالهم واحد بصفي ابو عقار يعني بعد ما اقرب من الشيء يعني قبال واحد ابو مبردات بصفي ابو عقار نفسه محل الكتروني بغداد الشعب شارع عدن فرع مقابل مطعم حجي عادل قريب على اسواق ابو جعفر. لا اللي قدام صار بعد اللي قدام بعد وراها فرنسا مون باريس بعد وراها عقود الزواج والطلاق مقابل ذول المصلحون مبردات هواية بصفي ابو عقار يعني شويه مسافه اللي قدام شويه مسافه مو هوايه صاير على اليسرى محلي مو علي منا يعني كان قبل معلي الالكترونات اللي ندر القديم محلي القديم كان علي منا صار على اليسرى شويه مسافه اللي قدام على اليسرى
يعني ما بتايهون. واستفسار رقم تليفوني 0751317519912، حعيدة مرة أخرى 0751317519912. إذا واحد راضي يخابرني حعيدة مرة ثالثة 0751317519912.